محمد صبحي لو فاركو حل أزمة القيد، لو فاركو حل أزمة القيد، محمد صبحي هيكون في الأهلي بداية الموسم، هيكون في الأهلي بداية الموسم لو فاركو حل أزمة القيد. طب لو فاركو ما حلش أزمة القيد، محمد صبحي ممكن القيد، هو فاركو دلوقتي بيحاول عاوز يرفع القيد بأي شكل، عاوز يرفع القيد بأي شكل، ومع المحكمة الرياضية والمحامي، وعاوز يدفع وعاوز مش عارف يعمل مخالصة مع اللعيب، عاوز يخلص الدنيا قبل نهاية الموسم، قبل نهاية الموسم. فلو اتحلت مشكلة القيد محمد صبحي في الأهلي، مشكلة القيد اتأخرت ليناير، محمد صبحي رايح الأهلي في يناير، كده كده محمد صبحي اتفق مع الأهلي في خلاص ان هو رايح الأهلي في يناير او في بداية الموسم على حسب القيد ما يتفتح. طب خد المفاجأة دي، لو محمد صبحي راح الأهلي ومحمد صبحي رايح الأهلي، محمد صبحي رايح الأهلي، لو محمد صبحي راح الأهلي بنسبة تتخطى 70% محمد أبو جبل، محمد أبو جبل في فاركو، محمد أبو جبل في فاركو. والناس دلوقتي بتقول إن أحمد عبد الباسط الصحفي الرياضي بيقول إن بوب وقع للأهلي، بقول لكم كل شيء جايز، كل شيء جايز. في اللحظة الدنيا بتتغير، مهند لاشين كان في الزمالك 100%، نمنا وصحينا لقيناه اتفق مع فيوتشر نادي الجيش. فأي شيء في التفاوض، أي شيء بيحصل، ولكن كانت معلوماتي إن بوب قريب قوي من الزمالك وكان فرير عاوزه، ولو الصفقة دي تمت للأهلي هتكون صفقة حلوة، هتكون صفقة حلوة لأن اللعيب لعيب كويس. ولكن هل بوب بقى الزملكاوي يلعب في الأهلي؟ في عصر الاحتراف كل شيء ممكن. نرجع لفاركو اللي أبو جبل لو صبحي راح الأهلي، أبو جبل هيكون بديل لصبحي، يا فاركو يا المصري، أبو جبل يا فاركو يا المصري. كان هيروح بيراميدز ولكن تألق أحمد الشناوي صعب الموضوع شوية، صعب الموضوع شوية. طيب تعالوا ندخل على موضوع تاني اللي هو فريرا هينتهي عقده في شهر اكتوبر بتاع السنة اللي جاية، يعني فريرا قدامه كان ماضي موسم ونص والنص خلص واخدنا دوري وكاس وباقي الموسم القادم. مش عايز اقول لكم امير بيعمل محاولات غير طبيعيه ان فريرا يكون موجود على الاقل سنه كمان، يعني بدل 2023 لا 2024. فريرا قال له هنوقف كل حاجه ونعمل هولدنج على كل حاجه ونستنى شويه، وفريرا قال له لامير، قال له انا هعتزل في الزمالك، انا هعتزل في الزمالك معايا. ففريرا عاوز يعتزل في الزمالك وقال انا خلاص هنهي مسيرتي التدريبيه في نادي الزمالك، انا مش هدرب تاني. وفريرا ما كانش خلاص كان اعتزل التدريب لولا ان امير مرتضى منصور راح له وقعد معاه واقنعه بالعافيه انه يرجع للتدريب تاني، هو كان خلاص اعتزل التدريب. ففريرا في كلام انه بعد الدوري يا يجدد يا موسم يا موسمين مع نادي الزمالك، وبعد ما يجدد هيكون مستشار فني لنادي الزمالك، هو اللي يختار المدرب وهو اللي يختار مدربين بتوع قطاعات الناشئين، يعني في سيستم امير بيحطه في الزمالك، سيستم كامل وسيستم جديد. ان شاء الله باذن الله هنفضل ماشيين على الفكر بتاع البروفيسير يعني. طيب تعالوا بينا ندخل على حاجة تاني، تعالوا بينا ندخل على حاجة تاني. اسلام هديك بلوك مؤقت عشان الكلام ده مش عندي في القناة، تمام؟ وانت فاهم انت عملت ايه وانا واخد بالي من تعليقاتك من الصبح. ده بالنسبة لي فريرا اللي قال لأمير لو هعتزل
هعتزل في نادي الزمالك وخلاص، الزمالك اخر محطة تدريبية في مستقبلي الكروي، في مستقبلي الكروي. اخر موضوع هنتكلم فيه وهو كهربا. كهربا مشكلته مشكلة، كهربا مشكلته مشكلة. كهربا ممسك الاهلي السلك عريان. عارفين اللي الاهلي عامله في الكرة المصرية وفي نادي الزمالك والبيانات والصياح والحق والمجلس الاعلام وقضية ومش عارف ايه ودعوة قضائية جديدة ومش عارف خناقات مع الاتحاد الافريقي ومع الحكام ومع مجلس الامن ومع الامم المتحدة، خناقات. اللي الاهلي عامله فينا، اللي الاهلي عامله فينا كهربا عامله فيهم، كهربا عاملوا فيهم كل يوم رسائل وتحذيرات. خلاص جاب اخره، لان كهربا موقوف لغايه شهر واحد، وحتى مش هيتقيد مع الاهلي لانه موقوف، لا هينفع يتقيد ولا يلعب ولا اي حاجه، قاعد زي البيت الوقف كده لغايه شهر يناير، قاعد زي البيت الوقف لغايه شهر يناير. والاهلي هيجيب مدرب جديد، والمدرب الجديد هيجي كهربا مش في الحسابات بتاعته خالص. فكهربا شبه انتهى، واتوقع بعد الكلمه اللي قالها المستشار مرتضى منصور، قال لو دفعت فلوس كهربا هبلغ نيابه الاموال العامه، ما دفعتوش اللعيب هيفضحكم. تختاروا ايه؟ تختاروا ايه؟ فكهربا الفترة اللي جاية هنعيط من الضحك، هنعيط من الضحك. والدولار عمال بيزيد، والدولار عمال بيزيد. انا عن نفسي مش عايزه يدفع الفلوس دلوقتي، لا خليك شوية لما الدولار يوصل 20 جنيه، هو 19 وحاجة دلوقتي، الدولار يوصل 20 كده وينط على 20 يعدي، خليك ال50 مليون دول يا عم خدهم 55، انا عندي لعيبة وعندي مش عارف ايه وعندي وعندي وعندي، انت هتضايقوني ليه؟ فابو كهارب الفترة اللي جاية فيها كلام حلو، وافتكر ان قلتلك بلاش، افتكر ان انا قلتلك ان كهربا الفترة اللي جاية فيها شوية ضحك حلوين، فيها شوية فكاهة، هنقعد نضحك. والمستشار وعد كهربا، والكلام ده بجد، يعني دي رسالة من مرتضى منصور لجماهير الزمالك، والكلام ده بجد وانا اتأكدت منه. كهربا لو طلع وفضح الاهلي، كهربا لو طلع وفضح الاهلي، مرتضى منصور هيقسط له الغرامة بتاعته بالتقسيط المريح، والكلام ده بجد مش هزار. قال له اطلع افضح الاهلي. طب ليه المستشار مرتضى منصور عاوز يفضح الاهلي؟ حد عارف ليه؟ لان مرتضى منصور هيعمل شكوى ضد الاهلي، محرض اللاعب في الفيفا، ويشتكي الاهلي في الفيفا، واللعيب هيشهد، المستشار هياخد الشهاده بتاعت كهربا دي، وكمان ممكن تكون شهاده مكتوبه بخط ايده وشهاده رسميه من كهربا، يرفقها بالمذكرة دي ويبعت المذكرة دي للفيفا، يقول لهم شفتوا ادي الاهلي يقول لي اعمل لي فيها زعيم افريقيا، طلع انتوا فاكرين العز اللي انتوا فيه ده من العطارة؟ لا، العز اللي انتوا فيه ده يعني مش من العطارة، من الحرام، من الحرام. فبجد مش هزار، ممكن المستشار يقسط غرامة كهربا وانا موافق، بس تعال اعترف كتابة ان الاهلي هو اللي حرضك، واحكي بقى، اديله الورقة والقلم كده وسيبه يفضفض ويطلع اللي جواه. في الحالة دي نقسط له العقوبة ونبعت شكوى للفيفا محترمة. والفيفا كان قبل كده معتز الشام اتكلم في الموضوع ده وجاب البند، في بند في القرار بتاع الغرامة بتاعت كهربا، الفيفا المحكمة الرياضية كاتباه كده، ان الاهلي في شبهة
اتفاق ما بين الاهلي والنادي البرتغالي وشبه التواطؤ من النادي الاهلي، ولكن الزمالك لم يقدم المستندات التي تؤكد ذلك. يعني الزمالك ما قدمش حاجة تثبت ذلك، ولكن في شبهة تواطؤ من الاهلي، ولكن ما فيش دليل ملموس وما فيش دليل مادي. فلو حصل الموضوع ده، لو حصل الموضوع ده، انا بصراحة هكون سعيد جدا جدا جدا.